اليوم معكم من قرية الباسوطة بريف مدينة عفرين الجنوبي، نحكي عن موسم الرمان بعد ما حكينا في حلقة سابقة عن موسم الزيتون ومنطقة عفرين. طبعا الباسوطة معروفة بأنها بلد الرمان ووحدة من جنات سوريا الطبيعية اللي الله خلق فيها كل الجمال اللي ممكن نشوفه بالكون. الرمان في الباسوطة كتير مشهور وفي كل سوريا، ومشهورين أهل الباسوطة بصناعة دبس الرمان. اليوم رح نتعرف على الرمان وموسم الرمان وأنواع الرمان وكيفية صنع دبس الرمان في الباسوطة، ويمكن الأكلات المشهورة اللي بيتم استخدام فيها الرمان ودبس الرمان. تابعونا. السلام عليكم. وين رايح؟ خلينا نحكي معك شوي. شرف لهون. عربيتك ضعيفة؟ معلش. شلونك؟ الحمد لله. على البركة، الله يعطيك العافية. خير، روح عند الرمان. تفضل. احكي برايي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. أهلا وسهلا على راسي والله. مرحبا يا شاب. عم تاكل رمان. شلونك؟ طيب خلينا نوقف انا هون. ايه تفضل. يعني هذا شو بسموه هذا كوم الرمان هي؟ هاي كوم الرمان صابور اسمه. صابور. ايوه. صابور من التصبير؟ من التصبير. ايوه، يعني حفظ الرمان في جو بارد. ايوه. شلون بتصبروه؟ عم نحوش من البستان. عم نجيب اللون اللي خربان عم نصفه على جنب، طلعه نعزلها عن بعض. وكويس نحط الصبر له. ايه بس يعني شلون بتصبروه؟ شلون بتحفظوه؟ ايش تحطوا له؟ قش. تحت ولا فوقه؟ تحت. فوقه. وتحته؟ ما بنحط شيء. اذا تحته ما تحطوا شيء؟ ما بنحط شيء. طيب ما في يكون تحته رطوبه؟ ما في رطوبه، ناشفه، ارض ناشفه نحطها، اذا في رطوبه ما بنحطها. ايوه. وفوقه قش؟ فوقه. شو سبقت القش؟ يعني شيء 6 سنتي 7 سنتي. خلينا نشوف هون. شرف معي. سميك. سميك. هاي هي من فوق من تحت. ايه يعني. تمام. ايه يعني بتحط بايدك ما بيجي على المسطرة. ونايلو هذا؟ نايلو مشان اذا نزلت مطر نغطي فيها ما ينزل مطر فيها. شو قد يبقى الرمان هيك؟ شهر اقل اكثر حسب السوق. حسب السوق. وش بتسوي فيه بعدها؟ ما في شيء بعدها. بتبيعوه؟ بتسوي رمان؟ نزل على السوق. شلون نزل على السوق نبيعه؟ يعني انتم بتصبروه هون مشان يكون يصير له سعر احسن. ايوه 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 مزبوط. شو نوع هذا الرمان؟ لفان. لفان. ايوه. في الباسوطه هون شو انواع الرمان اللي يعني بتزرع؟ في فرنسي وعصفوري ولفان. الفرق بيناتهم شو؟ ما في شيء. شلون واحد عصفوري فيه حب ناعم ما هو يعني متلفان. حلو حلو. هات لفان عم يعطي حامض وعلى حلو. العصفوري بيجي حلو بحلو يعني. هو العصفوري هو الفرنسي مو هيك؟ لا مو فرنسي. فرنسي اسمه عصفوري فرنسي لحاله. فرنسي غير اللفان وغير شو اسمه الفرنسي. العصفوري فرنسي لفان كل شيء لحال. طيب اذا قلنا رمان سوري، الرمان السوري هذا هيدي انواع نفسها ثلاثه؟ نفسه سوري. ايه منطقه الباسوطه. شغل الباسوطه يعني. في رمان اسود قال. شو هذا الرمان الاسود؟ هاي اسمه مو شغل عناي. شغل وين؟ شو اسمه دور من ناحية بادية لو إيش أبو كمال. أبو كمال. أبو كمال بيجي جلده أسود. شو يستعمل هذاك؟ نفسه. نفسه لدرس الرمان. نفسه نفس الرمان يعني التصدير. نفسه بس يجي جلده أسود. هاي هلا أنت من هون؟ أيه. باسوطة. من باسوطة. حضرتك من؟ من قبطان الجبل. أهلا وسهلا. شو عم تسوي؟ راسي جاي مشان أشتري وأبيع وأشتغل يعني. اشتريت؟ إيه ما بدي يصير اسمه إن شاء الله. عم أشتري. وين عم تبيع؟ عم أبيع على الطريق. بسطة على الطريق. شو قدهم سعر الرمان؟ الرمان حسب 6 ب5 ب4 ب7 حسب. في معك ب10 فيها أكتر فيها أقل يعني حسب نظافة الرمان. سوق الرمان إمتى بدأ؟ يعني صباحا في سوق للرمان؟ في مكان بيبيع فيه الرمان بتجمع فيه؟ ولا أنت بتروحوا على البساتين؟ لا طبعا هلا في أسواق، في سوق لال عفري، في سوق الباب، في سوق عزاز، في سوق جرار. بس ما في سوق مثلا بالباسوطة باعتبارها إنه بلد الرمان. ما في غير بسطات على الطريق. بسطات على الطريق يعني.
شدهم سعر الرمان بالمبيع مثل هيك رمان بالجملة يعني بالجملة حسب هلا مثل هاد راعين هاداك راعين هذا حبة وحدة مثل هاد يعني صاروا بالخمسة مثل هاد صاروا بالعشرة بالتسعة عشرة ما فهمت يعني هاد حطين صفين اثنين فوق بعض هذا نوع أول هاد نوع أول ليكو هذا حبة وحدة عرفت علي هذا نوع تاني حبتين لك هذا نوع تاني العاطلة كبة لبرا مفروز يعني شيء متعوب عليه هذا ناعم هذا للدبس خلينا نشوف الأخ اللي وراك ايه تفضل هلا أنا قلت لك بتسهم قلت لي والله ما بتسهم بس تعبان الله يعطيك العافية من وين جيت تقريبا من العشرة من العشرة الصبح هلا عندكم كم شجرة رمان والله تقريبا شيء 400 شجرة ما شاء الله هذا هو إنتاج السنة ولا بعتوا شيء منه لا هذا تقريبا كل إنتاج السنة كل إنتاج السنة أيوه. السنة كان إنتاج كويس والله ما بالنسبة للجو ما كان كويس ليش خلينا نمشي شوي تعرف الجو كان بارد والسقعة صغير أثر على الشجر ما الشجر ما حملت على السوا أيوة يعني كان الإنتاج قليل كل باسطة هيك كل المنطقة مو بس باسطة كل المنطقة أيوة هلا يعني بالمنطقة هون بمنطقة عفرين مين أشهر بلد في زراعة الرمان والله هي باسطة معروفة معروف رمان الباسطة معروف رمان الباسطة إذا حكينا عن رمان الباسطة يعني إيش ميزاته ميزاته ايش بدي اقول لك باسطة هي فيها مي كثيرة والرمان بحب المي كثير لهيك النوعية بتكون كويسة كخشانة كلون كنوعية يعني كل شيء بتكون طعمه ونكهة طعمه ونكهة يعني كل شيء بيختلف عن باقي الرمان كم نهر في بيع باسطة انا بعرف في نهرين في نهر واحد بس في نبعة نبعة والنهر ايوه الله يعطيك العافية نبعة ونهر هي الطريقة الفنية لتقشير نعم الرمان له تقشيرة طريقة يعني طريقة عرفت علي ايش حبيت المحرم سلام هي. يا سلام يعطيك العافية الله فيك الكاميرا خلي تشوفه مساك لك كويسة لا ما كويسة بس كان أبيض معناته جواته من ترى عنده والله عند الكاميرا الله يعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله ألف صحة وأهلا وسهلا بالشباب نورتونا الله يعطيكم العافية فعلا حلوة دفان تفضل شو قد تسوق أنت بالسنة؟ شو قد تسوق كمية؟ حسب يعني هلا أنا بتضمن خلاص هلا سجر على السجر ما ضل رمان تمام؟ حوشت نزلت على السوق بات بقى هلا أشتغل بلحق البراد محل الرمان موجود بالبراد او الصابور انت بتضمن الاراضي كمان بتضمن اراضي كامله ايه بتضمن بعد ما تخلص الاراضي بتاخذ بقى بتصير تشتري انا بشتري من الصابور ايه انا هلا بشتغل على المفرق بالضمان بنزل على السوق بنزل ببيع جمله عرفت علي هلا بصلي صابور 7-8 طنات بشتغل لي فيه يمكن نهار 500 كيلو 400 كيلو ببيع مفرق على الشارع هيك يعني بس الضمان بتضمن لي مش يعني كل موسم بتضمن لي 50 طن 100 طن حسب الاستطاعة يعني عرفت علي شلون؟ ايه الله يرزقكم الله يسلمك هي الخيمة هي الخيمة الحارس؟ هي الخيمة مشان حرس الرمان هون الله يرزقكم يعطيكم العافية الله يعافيك يطرح البركة يا رب امين السلام عليكم سلام على راسي والله السلام عليكم خيو انتم بركتين بركتي حلوه كثير وقدامكم المي ليش ما صوركم ما بتسالوا ضيوف والله معي الكاميرا بقى طيب خلينا نسلم على الشباب اهلا وسهلا مرحبا شلونك اهلين عمي الله يعطيكم العافيه شلونك براحتكم عمي ايش بدكم تسووا اهلا وسهلا خلي ابرك مالها جنبك طالما انت اللي الله يعطيكم العافيه الله يعافيك اهلا وسهلا بركتكم كثير حلوه قدامكم النهر والله انتوا ساخي الله يكرمكم اهلين شلون اسم الرمان السنه
والله كويس. ليه؟ شلون كويس يعني؟ يعني في بعض البساتين ضربوا الصخية بس موسم كان مليح يعني. الحمد لله. تشتغل في الرمان أنت؟ إيه. شو تشتغل؟ والله أنا كل سنة عندي ورشة العصر بعمل دبس رمان. هون؟ هون بالباسوطة. وين هلا الورشة؟ خلصنا صرنا أسبوع. كمان بدنا نشوفكم طب تشتغل. والله صرنا أسبوع مخلصين. لأنه ما ضر رمان لا انتهى يعني آخر موسمه. بس ما نلاقي حدا يبيع صورة لا. إيه بالتقى. ما بيخلى بس بقى شغل النظامي والكويس خلصت العالم اللي عنده ورشة كبيرة خلص. شو الرمان اللي بتسوي منه الدبس؟ والله من الرمان الموجود فرنسي ولفان هذا الرمان الموجود هوني. شو قد لهم سعره؟ الرمان؟ لا الدبس. والله الدبس يعني من 65 لـ 75 ليرة تركيا بينباع اليوم. هذا نظامي أصلي؟ نظامي أصلي. يباع هون ولا بصدروا لبرا؟ هون في تجار بتاخذ من هون هي بتصدر. لوين؟ والله لوين ما بعرف بس بياخذوا ناس على النظام، ناس على تركيا، ناس على دول الخليج واكثر بيطلع من هون على النظام على دول الخليج. عمليه يعني عصر الرمان وتحويله لدبس مربحه؟ والله واليوم ما ضل شيء مربح. ليش؟ يعني عباره عن واحد بس كونه يعني ما عيش اول باول. الحمد لله رابح ما ضل خالص. اللي بيعصر الرمان أربح ولا صاحب الشجرة يعني أربح؟ لا طبعا صاحب الشجرة. أنا عم اشتري الرمان الكيلو أحيانا ناخده هذا للعصير بسموه قطاعة كيلته بليرتين ونص بثلاث ليرات. السنة القطاعة من ليرتين ونص لثلاثة. طيب كيلو رمان لح تصير عندك كيلو دبس؟ والله السنة معدله 17 كيلو رمان كيلو دبس. 17 كيلو لأن الطون 70 كيلو 65 كيلو 70 كيلو هيك عميل معنا. اخو على النار؟ طبعا على النار وعلى الحطب. كم ساعة؟ من 8 ساعات ل 10 ساعات بياكل. هل عندك دبس رمان هون؟ مو هون عندي والله البيت. انا هون زيارة عند اولاد عمي. زيارة. البيت فوق في الباسوطة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يرزقكم. شكرا لكم يا شباب. الله يعطيكم العافية. الباسوطة مثل ما قلت قرية من أجمل القرى في منطقة عفرين. السبب غناها بالمياه، نهر عفرين بمر فيها، وأيضا هناك نبع الباسوطة المعروف كتير لكل أهالي حلب اللي كان عبارة عن مصيف نبع الباسوطة والمطعم اللي قربه، وأيضا قرية الباسوطة الغنية كتير بالفواكه المختلفة والثمار المختلفة وخاصة الرمان. الرمان مثل ما شايفين الآن على يميننا وعلى يسارنا أشجار الرمان. نحن اليوم في نهاية موسم الرمان مثل ما قلنا في المقدمة. نحن في النهاية، نحن في الأسبوع الأول من الشهر تشرين الثاني. موسم الرمان بيكون بالعادة في بداية الشهر العاشر وبينتهي بنهايته، ولكن السنة تأخر شوي بسبب ظروف الطقس. لاحظوا الأنواع المختلفة من الفواكه اللي موجودة في هالقرية الحلوة. معظم الأراضي مروية. طبعا القرية مبنية أو موجودة على السفح الغربي الجنوبي لجبل ليلون أو جبل الأحلام المعروف. فصل الخريف واضح آثاره على أوراق الشجر المختلفة. جمال الطبيعة، جمال رباني. الناس هون بسيطين ببساطة وجمال الطبيعة. أشجار جوز على اليمين والثرو على اليسار، أيضا الزيتون. أيضا نحن اليوم في موسم الزيتون. في تداخل بين البساتين والبيوت
الآن انتهت البساتين تقريبا، وراح ندخل الآن للقرية. السلام عليكم. راح نزور معكم اهم معلم من معالم الباسوطة، واللي هو نبع الباسوطة. انتم ما تكون شايفين النبع هون، والنبع الاساسي هون، وهذا مطعم ومنتزه الباسوطة الشهير اللي يعتبر مصيف ومنتجع ومتنفس لاهالي حلب بالعموم. المياه صافية ومن هون تنبع المياه، وبتسقي ايضا جزء كبير من بساتين الباسوطة اللي بتنزرع بالفواكه والخضار المختلفة ومن الرمان. شاهدوا معنا كيف ميت النبعة متجهة الآن لأزقة شوارع القرية وبساتينها. هيدي المياه بتمشي في أقنية بعضها مكشوف وبعضها يعني مغلق أو مسكر بشوارع القرية، وبتسقي البساتين لتصب أخيرا في نهر عفرين وتسقي باقي الأراضي من هون حتى توصل لعند الغزاوية ولعند تل سلور ولباقي المناطق. مياه صافية ونقية كتير، وأي حدا بده يروح ويرجع على عفرين لازم يمر لهون ولازم يشرب ويغسل ويبورد مثل ما بيقولوا، وبعدين ممكن يتغدى في المطعم وبيتابع سفره. تابعونا كمان نحن بجولتنا. السلام عليكم. شو عم تسوي؟ الله يعطيكم العافيه. شلونك؟ مرحبا. شلونك؟ الله يعطيك العافيه. ما شاء الله. هذا بدر الرمان. اتعرف عليك. ما بدها تحكي. طيب ابو ادريس هلا كانوا عم يتركوها. معلش ابو ادريس، انت مختار باسوطة. ايه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا عم نحكي على الكاميرا، احكي لي هلا هون شو عم بصير. هلا هذول جايبين الرمان وعم يطالعوا الحب من الرمان وبعدين بيعصروه، وهالمي هاي بيحطوه على النار وبيطبخوه بصير دبس رمان. تمام. ايش نوع الرمان هذا؟ مشكل هذا الرمان لفان ومشكل، يعني جايبين المضروب أكثر. هذا الرمان اللي بقيان بالشجر جايبينه، يعني ما مستوي على المضبوط كمان. يعني ليش ما بيجيبوا الرمان النوع النوعيه كويسه؟ خلص يا استاذ، يا خلص الموسم. طيب قبل ما اطلع من هون، قبل ما اروح اشوف شلون عم بيطبخوه، هي المرحله اللي عم بسويها الشاب الان شو هي؟ هي عصر الحب. عم بيعصروا الحب، بيطلعوا المي، بيصفوا المي وبعدين بيحطوه على النار. هذا الحب بقلب النايلو؟ ايه هالحب هاد بيشيلوه بيحطوه بالكيس وبيعصروه هيك، بيطلع المي بيصفي لحال والحب بيصفي لحال. ايوه.
مرحلة واحدة بس العصر؟ اي بس مرحلة واحدة. مرحلة واحدة يعني مرة واحدة بس بس بيضغطوه. بالضبط. ايه. وبعدين؟ بعدين بحطوا هالمي هاي بصفوه بالصفاية بحطوه على النار وبيطبخوه بصير دبس رمان. طيب خلينا نشوف هلا شرف معي هاي الحلة للطبخ؟ ايه للطبخ هي. هلا بنزلينا هاي الحلة للطبخ. هاي الطبخ هذا بس على الكاميرا بس عشان ايه نشوف. خلينا نجي لهون. ايه. هون هيدا كان نحاس؟ ايه نحاس طبخ حاس. ايه تبع الطبخ بصنعوه من النحاس. وهيدا هون بيشغلوا على الحطب؟ بالضبط ايه بسحبوه بيشغلوه. وهذا دبس رمان؟ ايه دبس رمان جاهز هلا نازلينه من شو اسمه فوق النار. شو بيحتاج يعني عصير الرمان على النار لحتى ينغلى لحتى يصير دبس رمان؟ والله بده 7-8 ساعات لحتى يستوي. 7-8 ساعات؟ ايه بحيث بصير يعني سميك. ايه بالضبط. تمام. هلا هذا رمان؟ ايه هذول الشجر. شو انواع هذا الرمان؟ اكثريته رمان لفان عنا. رمان لفان ايه. كله هذا بصير منه الدبس. دبس طبعا دبس. هلا هون الناس بتسوي دبس رمان مثل هاي الجماعه بتسوي دبس رمان تجاره ولا هو من بستانهم؟ لا هذول في ناس بيجيبوه من بساتينهم وفي ناس بيجوه بيشتروه من السوق الهال بيجوه بيطبخوه. طيب الناس هذول شو هون؟ لا هذول جايبين من السوق الهال. ايه مو رزقهم هذول يعني جماعه بتعيشهم؟ بتعيشوا منهم اكيد ايه بيستفيدوا منهم شوي. احكي لي عن تاريخ الرمان بالبسوطه. تاريخ الرمان يعني من زمان انا اللي بعرفه تقريبا 100 سنه اهل بواسطه بيشتغلوا بالرمان. يعني اول ما اجى الرمان على منطقه عفرين اهل بواسطه اشتغلوا بشغله الرمان وزرعوا شجره الرمان. وهلا معروفه يعني الرمان بواسطه مشهور بكل سوريا وبعد منه انتشر بكل المنطقه وهلا كل الناس عم يزرعوه. يعني من 100 سنه فقط اجى الرمان على منطقه عفرين؟ ايه تقريبا. وين ليش اجى على منطقه عفرين؟ وين كان؟ والله انا ما بعرف بالضبط التاريخ. اللي بعرفه انه اولي مثلا كانوا بيزرعوا بالساحل ما الساحل او جسر الشغول. بس من وين اجت شو اسمه الشطل لهون على باسوطه كل الناس اخذوه من بعضهم وصاروا يستفيدوا منه يزرعوه. يعني من 100 سنه الرمان في الباسوطه بالضبط. وين بعد انتقل؟ وين اهم مناطق زراعه الرمان؟ اكثر شيء الاراضي اللي صايره جنب النهر لانه في مي. يعني الرمان بتعيش على المي، إذا ما كانت مي متوفرة ما بتعيش شجرة الرمان، لذلك أكثر شيء انتشر على طرفي نهر عفرين. آه كل القرى على طرفي نهر عفرين، يعني مثلاً لو رحنا على الغزاوية في تل سلور في لا دير بلوط برج عبدالله برج عبدالله موجودة بغزاوية إسكان جلمة لا توصل على حدود تركيا. أيوه وحتى هون عين دارة أكيد في بعين دارة بترندي وقرى قدامهم كمان. يعني قبل عفرين من سد ميدانك وانت جاي على طرفي النهر في شجرة الرمان. طيب امشي شوي ابو ادريس هيك باعتبار في هون ارض خضراء خلينا نتفرج شوي. هلا ايش بيمثل الرمان لاهل الباسوطه؟ ايش الرمان بالنسبه لاهل الباسوطه يعني؟ والله الرمان تعتبر رمز باسوطه. يعني اكثر الناس يعني بيشتغلوا بالرمان لانه الرمان هي صايره مثلا مصدر معيشتنا. كل رمان اللي بمنطقه عفرين اهل بواسطه بيروحوا بيضمنوه بيجوا بيحطوه بالبرادات او بالصوابير بيخزنوه بعدين بينزلوه على السوق. اه يعني اهل بواسطه مو بس رمانون؟ لا كل الرمان موجود بمنطقه عفرين بالضبط بيروحوا بيتضمنوه. بيتضمنوه اكثر البساتين بيضمنوه بيجيبوه لهون بيحطوه بالبرادات وبعدين او بالصوابير وشي شهر شهرين لا تخلص هي الكميه الزايده بالسوق بعدين بينزلوه على السوق وبيصدروه على العراق كمان. صدروه رمان بيصدروه دبس رمان؟ لا الرمان بيصدروا اكثر شيء للعراق وبالتالي هو رمز للحياه هو النهر. بالضبط هي يعني مصدر الحياه هون ببساطه. يعني اكثر الناس بيعتمدوا على زراعه الرمان. بس بالفتره الاخيره يعني للاسف يعني رخص الاسعار العالم تركوا هالصنعه صاروا يشتغلوا بشو اسمه بالفواكه ما فواكه. هلا مثلا ببساطه تقريبا اقل ضيعه فيه شجره الرمان. لاحظت انه في مانجا السنه موسم المانجا؟ في مانجا وفي كل انواع الفواكه عندنا بواسطه. بينما الرمان هلا صار الناس يعني خففوا زرعوا اكثر شيء يعني بيقلعوا الشجر وبيزرعوا بدل منه الفواكه. فواكه. شو قد عمر شجره الرمان؟ شو قد تبقى يعني تثمر؟ تقريبا تثمر يعني شيء 4-5 سنوات اذا خدمته على المازوت بعد 5 سنوات تثمر وبيطول شيء 50 سنه. وشو مشاكل عم بعاني من الرمان؟ زراعة الرمان
اكثر شيء يعني اللي بس مي ما بس تامنوا المي وشوي المبيدات وكل شيء يعني ادويه ادويه ايه سماد سماد واكثر شيء وفره المي وفره المي وان شاء الله بتوفره والله هلا قلعان عم يعانوا تعرف غلاء سعر المازوت و والمشاكل اللي صايره يعني العالم الفلاح بيعاني يعني هلا صار بيعانوا مو مثل الاولي بل الحمد لله ميت النهر عفرين وميت الساد يعني توفر النقص. فينا نقول انه معظم اهالي الباسوطه بيعتمدوا في معيشتهم على الرمان وتقريبا يعني بدك تعتبر يعني نصهم بيعتمدوا على الرمان اكثر شيء ما قلت لك الفواكه بس الرمان مصدر الاساسي يعني الفلاح اللي ما بيشتغل بالرمان معناته هذا فلاح يعني مو اصيل كسلان. الله يرزقكم يا رب. شو هذا هذا شو هذا شمندر شمندر احمر؟ ايه شمندر احمر وهذا السلق وهذا شو بسموه والله نسيت اسمه. طيب هذا جبل ليلون؟ ايه جبل ليلون. وين الغزاوية؟ لا مو غزاوية باسوطة عفوا باسوطة وقلعة الباسوطة قلعة باسوطة تمام تمام ما شاء الله الله يحمي هالبلد يا رب. جبل الأحلام جبل الأحلام. خلينا نروح هلا على البيت عندك نشوف ام ادريس تحكي لنا شوي عن الاكلات اللي يستعمل فيها الرمان ودبس الرمان. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام. مدريس لونك؟ الله يعطيك العافية. زوجة المختار. يا رب وسهلا فيكم. أول شيء خليني يعني لاحظ شغلة ما شاء الله بيتكم كتير حلو يعني جنة جنة يا مدريس بيتكم. تسلم عيونك الحلوين. تسلم يا مدريس. شو أصلا عمر هالبيت؟ عمر البيت قديش عمر البيت؟ عمر البيت تقريبا شيء 25 سنة. 25 سنة. ما شاء الله في تقريبا يعني كل انواع الفواكه والورود والزهور. يا استاذ هاي شغلتنا يعني اذا ما زرعنا اهل باسوطه وما يزرعوا زرع وشجر معناته ما لنا اهل باسوطه. ما لنا من باسوطه. ما لنا من باسوطه اكيد. الله يقويكم. تسلم على السلامة. ام ادريس نحن صورنا جوله بالضيعة حكينا عن الرمان موسم الرمان انواع الرمان اللي في الضيعة عمر الرمان وكذا وحكينا عن درس الرمان بدنا نعرف يعني شو هي استعمالات الرمان في الباسوطة؟ شو هي الأكلات اللي بتستعملوها في الرمان أو دبس الرمان؟ إيه الله يعطيكم العافية أول شيء. الله يعافيك. هي دبس الرمان تعتبر إنه مادة أساسي من البنية للبيت. يعني الرمان تعرف إنه أهل باسوطة مشهورين بالرمان وبالدبس الرمان. بتستعمل لعدة أكلات. يعني منهم أكل الرئيسية بيقولوا اللحم عجين عش البلبل حشوة الكبة كبة مقلية نعم مثلا سلطة الجرجير زيتون مثلا صبح بكير تحط فطور هيك صحن زيتون معلقتين دبس رمان يعني بتعطي هيك نكهة كويسة سفرجلية سفرجلية مثلا كبة ني نحن عنا منساوي كبة ني هي بساوي يعني كم طريقة بس طريقة اللي منساوي نحن مثلا منحط كمان دبس الرمان ولسه في يعني في نسيت انه كم اكله لسه في يالانجي يالانجي ايه بتنحط كمان باليالانجي هلا في اكلات مثلا اذا اكلت شيء اكله دسمه تحط هيك نص كاسه مثلا من هي دبس رمان وحط فوقها مي وحليه وشربها مثلا حليه ايه لك مثل عصير بتصير يعني بيعطوا سكر
لا لا مي بس مي. مثلا هالكاسة حطيت إذا لهون دبس الرمان، حط فوقه مي وحركه واشربه. تمام حرك. مثل كبة، مثل أكلات دسمة يعني، شوي ما شوي هيك إذا أكلت، مشان الكوليسترول والشحوم يعني هيك مفيدة كتير. ما شاء الله مدريس درسي دكتورة. دكتورة. نعيش ببساطة وما نعرف يعني بدبس الرمان. مرسي لك. إذا حكينا عن الباسوطة وعن الإنسان في الباسوطة، ملامح وطباع ابن الباسوطة وشو هي؟ أنا شايف في بداخلكم فرحة هيك أنه أنتم الباسوطة. إيش بعينك يعني ابن الباسوطة؟ والله يا أستاذ أول شيء نحن نفتخر بالباسوطة لأنه قرية سياحية ومشهورة وقديمة، وكل الناس كانوا بيجوا بيزورون، وناسهم طيبين، وأكتر شيء يعني نشيطين بيشتغلوا يعني عمال بيحبوا شغلهم، بيحبوا أرضهم، مرتبطين بأرضهم، مرتبطين بضيعتهم يعني. يعني أهل باسوطة إذا طلعوا من باسوطة مثل السمكة إذا طلعت من المي معناتهم تختنق. نحن يعني باسوطة غالية علينا كتير. سيدي الله يديم كل الباسوطة ودين باسوطة عليكم. وغنية بالمياه، غنية بالمياه. المياه طبعا أكيد أكيد يعني النبعة طبعا يعني مصدر الحياة بالباسوطة، هي هي النبعة الكبيرة وتنبع فيها مي تقريبا شيء 30 إنش وأكثر من 30 إنش مي، وتنسقى كل هالأراضي. وعنا المي يعني الأرض وقت بيحفروا البير ميتنا كمان مي غميقة يعني حوالي 30 متر بتطلع المي، ووين ما حفرت بير مي بتطلع مي. هلا أعتقد نهر عفرين بيحد القرية من وبيمر من يعني غرب القرية. ايه بمر من غرب القريه، وتقريبا ربع اراضي الضيعه بينسقى من ميت النهر بنستفيدوا منه. ربع الاراضي ايه، والنبعه بتسقي البعض تقريبا نص الباقي. ايه وفي بيار، وهلا من تقريبا 15 سنه 20 سنه جيتنا ميت القناه من سد ميدانكي كان نستفيد منه. ما شاء الله. سؤال، شو انواع الفواكه والخضروات اللي تزرع هون غير الرمان حاليا؟ مثل ايش مثلا في موسم ايش؟ هلا عنا المانجا اخر شيء موسم المانجا، بس جميع انواع الفواكه تنزرع عنا بواسطة. ببلش من شهر الرابع من موسم الجانيريك، وبعد منه بتجي موسم الدراق وخوخ ومشمش وتفاح، وبعدين رمان لا توصل لشهر 11 موسم المانجا. ما شاء الله يعني ما بينقطع المواسم عنا بواسطة. ما شاء الله. احكي لي عن المناخ تبعها هلا. نحن يعني تقريبا الساعة 5 وشوي، الجو كتير لطيف يا سيدي. الجو عنا معتدل يعني، الجو مثل ما بيقولوا مناسب لكل شيء. بالصيف في يعني جو معتدل، وفي تجي في ناس عم يجوا بتصيفوا هون ببساطة لسبب وفرة المياه والشجر، ما الشجر يعني بيعدل الجو. وبالشتاء يعني ما زيادة برد يعني كمان معتدل يعني بتتحمل الجو. نعم نعم نعم. أما إدريس هلا مثل ما قالوا بدريس، الباسوطة بلد سياحي، ويعني كان كتير يجوا ناس من حلب ومن غير حلب. يعني العطل الصيفية يوم الجمعة يوم الأحد يجوا على نعمة الباسوطة. يجوا احكي لي عن هاي الأيام كيف كانت؟ والله كان أيام حلوة يعني. هي باسوطة مثل ما قال أبو دريس طبيعتها أنه تجي ضيعة سياحية، فمن كل أنحاء سوريا كانوا يجوا زوار ويزوروا يعني، بيقعدوا تحت الشجرات وجنبها الساقية المي، وبيشوا مثلا إيش ما بدك تسووا يعني. سووا حفلات؟ سووا حفلات إيش ما بدك تسووا. حفظانا شيء من الأغاني منطقة الباسوطة، عن الباسوطة شيء تراث الباسوطة. أنا وأغاني يعني فلكلور الباسوطة. هلا أنت لابسة فلكلور؟ بعرف لابسة، بس أنا وأغاني يعني بدك تسمح لي يعني. طب من حوله أبو دريس؟ حوله. اي والله يا استاذ، والله هاي ما اختصاصنا يعني، عم ندندن شوي بس ما بنغني. طيب دندن شوي، احكي لي. في مختصين؟ في مختصين للغناء يعني، هو كل واحد له اختصاصه وله شغلته. هلا اقول نحن يعني شغل دبس رمان منساوي، شغل البستان منساوي، مثلا الرجال بيروحوا بيكسعوا الشجر منشيل الحطب منجيب على البيت مثلا، هيك شغلات منساوي. بس اما الغناء طيب يعني هلا باعتبار الرمان انت قلت رمز اهل الباسوطه مطور حكيت لي، هذا الرمز ما دخل في الفلكلور والاغاني والتراث؟ والله في اغنيه مشهوره على الباسوطه يعني بيقولوا رحت، بمعنى
شو مباسوطي احكي بتقوى شو مباسوطي حنارة وقفك حنار اني هاي الاغنية مشهورة بكل منطقة عفرين يعني معناته رحت على باسوطة وجبت سلة الرمان وسلة الرمان صار من نصيب العروسة وهي هالحكي هاي جميل حفظانا كلها تقريبا قول لنا اياها معش انا معش قولها بدك تسمحني عشان يخطب عشان يخطب فيها لا دكتور والله استاذنا ما بيطلع معي بعدين بشوي الغنيه و... بس ترجمتها في له اصحابهم بعدين بيرفع دعوه علينا سؤال عصير الرمان كمان يعني بيتمون مثل دبس الرمان هي بتمون اذا في براد مثلا في فريزه بيتمون مثلا بتحط بالاناني تحط بالفريزة امتى ما بدك تسوي فيها سفرجلية مثلا ضيف للضيوف مثل العصير مثلا بصير بس اما ما بيطول كتير اذا ما في براد ما بيطول اذا في براد طول شهرين ثلاثة تمام يا سيدي الله يعطيكم العافية احنا انبسطنا كتير والله على راسي يا بس حاسين حالنا في بيتنا وهيدي سوريا البسيطة والطيبة والناس متعايشة ان شاء الله الله بعيده عليكم وعلينا موسم الرمان وموسم الزيتون وكل المواسم ان شاء الله آمين بالخير يا رب امين يا رب تسلم على راسك الله يعطيكم العافيه شكرا مدريس الله يسلمك يا لين وسالين فيكم اعزائي المشاهدين انتهت هالجوله اللي قدمناها لكم من قريه الباسوطه بريف مدينه عفرين الجنوبي قدمناها عن موسم الرمان وحكينا فيها عن دبس الرمان وانواع الرمان وايضا اهم ما يتعلق بالرمان من عادات وتقاليد سنكون معكم في الأسبوع القادم في جولة جديدة من منطقة سورية أخرى حبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.